تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، انطلقت منافسات بطولة سموه لسباقات القدرة التي ينظمها الاتحاد الملكي في قرية البحرين الدولية للقدرة بمشاركة هي الأكبر على مستوى المسابقات في الموسم الحالي 2020-2021. بهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن بالغ سعادته المشاركة الكبيرة التي تشهدها البطولة ووصول الجياد إلى 257 في الأيام الثلاثة، وهو أعلى معدل للمشاركة في بطولات الموسم، والذي يؤكد الإقبال الكبير من المشاركين في بطولات القدرة، وهو ما سينعكس بالإيجاب على مواصلة تطوير وازدهار هذه الرياضة التي تحظى باهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الفارس الأول في المملكة. أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن استعدادات الاستبلاط والفرسان للسباقات سيكون لها الأثر الكبير في إثراء البطولة عبر تقديم الصورة المتميزة التي تمتاز بها مملكة البحرين في رياضة القدرة، وهو ما ينعكس على المشاركات الخارجية عبر تحقيق سلسلة من الإنجازات، مبينا سموه أنه حريص على دعم الاستبلاط والفرسان عبر مضاعفة الجوائز والمكافآت للبطولة الحالية، حرصا منا على الدور البارز الذي تقوم به الاستبلاط. وعن سباق الأنجال أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أنه حريص على مواصلة الدفعة في تأسيس وتشجيع أجيال جديدة ودخولها إلى عالم القدرة من المهتمين في هذه الرياضة، وزرع حب التنافس والفروسية في نفوسهم، والسير على الخطة الطموحة التي ينفذها الاتحاد الملكي برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة، والهادفة إلى إخراج جيل مميز من الفرسان، حيث حصد الاتحاد ثمار هذه الرؤية والخطة خلال الموسم الحالي بمشاهدة فرسان جدد في مختلف البطولات. هذا وقد بدأت سلسلة السباقات بإقامة السباق التأهيلي لمسافة 40 كيلومتر، وستشهد القرية يوم غد الخميس سباقي 80 كيلومتر محلي و100 كيلومتر دولي، إضافة إلى سباق الأنجال العائلي لمسافة 20 كيلومتر، ويوم الجمعة السباق الرئيس لمسافة 120 كيلومتر. وتشهد قرية البحرين الدولية للقدرة برنامجا حافلا بإقامة سلسلة من السباقات المثيرة وسط مشاركة كبيرة جدا من الاستبلاط والفرسان.